يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال لي قدام عليك الشقه كان جوه كده عميق اسمه انتين ميديم بيرش. عجبني هنا في سيركس وهنا في سيركس ثاني. وانا هنا في سيركس وفي سيركس ثاني. ومن ورا في سيركس ثاني. البيشر تبقى عن كلمه سيركس تبع الدبس مش اكتر. يعني في حاجه تبقى قويه قوي قوي سميناها كده. شالوا شويه سميناها ايه؟ سيركس. لما بص على الفرق كورد بقى من بره هتحلي ايه لو كده؟ هلاقي الفرق كورد من بره في من فوق لتحت حفره بطول كده. اسمها انتيرو ميديال فيشر. اسمه ايه؟ انتيرو ميديال فيشر. تعمل الناس الصافيه لو ده سباير فورس بسطته عادي وعملنا كده الاقي المنظر عامل كده. السطح الامامي الكور تحت في خط كده حفره طوليه. اسمها ايه بتقول دي؟ اسمها انتيرو ميديال فيشر. اسمها ايه؟ انتيرو ميديال فيشر. اسمها ايه؟ انتيرو ميديال فيشر. طبعا جنير تحت هنا اسمه انترولاترال انترولاترال ومن ورا اوسترولاترال اوسترولاترال في نص بوستيرو ميديال. يبقى لو بص على الباينر كورد ايه اللي داخل جوه ده؟ طبعا الباينر كورد بتاعنا لما هتسال حد ده كروس سيكشن ايه اللي قدام ده وايه اللي ورا ده وايه دول اللي على الجناب ده؟ هنقدر هم بعض ولا لا؟ يبقى عليك بقى تشرح كده او كده او تكون ستيت لكنت انا كم ده كده بقى ممكن امامكم او قلنا مشوارك اكتر من كده. انا بدات انا ماسك كتاب كده وعمله كده ماشي. الباينر كورد بتاعك عامل زي الكتاب ده كده. انا دكتور طيب لما بص من قدام هنلاقي كده انا داخل لجوه عامل حفره طول كده اكيد اسمها الحفره دي انتيرو ميديال فيشر. طبعا جنب هنا الاقي واحد زيهم من ورا كام دول بقى عليهم طول كده؟ سته. السته بتوع دول واحد من قدام اسمه انتيرو ميديال واحد من ورا اسمه بوستيرو ميديال وانترو لاترال وبوستر لاترال. كل النرف لو عندكم فكره كده بتعمل بقى كورد الطرود واحد موتور واحد الى ما كده سته. الموتور رودز بتبقى اتاتشد في الانتيرو ميديال فيشر انترو لاترال سكر سوري وده في البوستر لاترال سكر. يبقى ده انترو لاترال وده مين كده بوستر. يبقى لو انا جيت قلت ايدي كانها دراع ده سباينال كورد النرفز اتاتش تو سباينال كورد على الجنب بقى البنتا روت ودور ذا روت بنتا روت ودور ذا روت. البنتا روت او دور ذا روت مثبتين في السباينال كورد في الجروفز اللي اسمها انترو لاترال سكر او بوستر لاترال سكر. انترو لاترال سكر او بوستر لاترال سكر. من غير ما اسال سؤال صعب جدا يبقى السباينال كورد بتاعنا الصفحه اللي احنا فيها دي شكله ايه؟ وبدا ايه وانتهى ازاي والالارمنت اللي حصلت والفاريشن في الايدج في بدايته ونهايته في دماغه بدا فين السباينال كورد بقى عند اللور اند بتاع الفورامين اسمها الفورامين المجمع. طب بدا عند اللور اند بتاع الفورامين بتزيد له حاجه اسمها ده الاوكلوجين. وهنا نقف مع بعض نقول بما ان هو بيبدا عند اللور اند بتاع الفورامين يبقى اللي عدى في الفورامين المجمع المدلل مش سباينال كورد. يبقى السؤال بي سي 2 عشان احنا قاعدين سخنين كده الاقي سؤالك الثاني مدلل اتجاه ان الفرق فجر فرقتين بغلط اي حاجه سباينر كورد مدلل كده ولسه ما قلت سباينر كورد دلوقتي يعني لما طبعا هي مين اللي معدي مدلل واحد طول قد السباينر كورد انا وبريم الرجاله 45 سم والستات 80 فين هذا الكلام؟ طيب ارجع اسال سؤال بالنسبه للسباينر كورد فين؟ سباينر كورد فلور اند بقى عامل زي البومه كده وبتاع بقى اسمه كونس مدلس. اسمها ايه؟ كونس مدلس. اسمها ايه؟ كونس. هل بقى كورد بتلسع قطر من فوق لتحت؟ قال له دكتور بس في تو لارج واحد اسمه سيرفيكال عشان الخلايا اللي جوه زادت فكبر شويه. واحد اسمه لمبا عشان الزيادة اللي جوه زادت شويه. فوق عشان اعمل بريكر بريكس. اما تحت عشان اعمل لاخر وسكر بريكس تبقى تو لارج. انا على السطح بقى كورد من بره ماشي كده ولا في حفر بطول؟ قالوا في حفر بطول. كم حفر قابلني بقى؟ سته. بس اللي قدام طويله قوي بسميها انتيرو ميديان فيشر وقابلها من ورا سيركس اسمه بوستيرو ميديان سيركس. في انترو لاتر بوستيرو لاتر انترو لاتر واير بوستيرو. يبقى لما اجي اسال سؤال طالب في لغه الطب او الكبار او الاداب مين اللي بيتكلم عليه تقريبا كورد ولاد سباينر كورد. يوم الولاده السباينر كورد فين؟ ده ام اس كيو بالحته ديت ام اس كيوهات كتير. يوم الولاده السباينر كورد فين؟ والقضل فين؟ نفس الكلام والطفل عنده في بطن امه ثلاث اشهر فين؟ وانا بطل امي عندي 3 مانسز السباينال كورد مالي كل الفرتبرا كورد. لما يوم الولاده يبقى عندي ليفل بتاع ال 3
لما ابقى ادلت بنقل واحد وقل اثنين، ممكن اقلبها اسئله اللي هي ابلاين، قول بنعمل لمبر بانك، بتخش العمود الفقري والواحد ادلت لازم تنتهي بعد الليفل دي بكام وكام؟ بنقل واحد وقل اثنين. طب لو في تشيلدرن لازم تبقى عليه شويه مستحيل حاجه تحصل. بعد كده سبايرال كورد متقسم لسيجمنت، عدد السيجمنت كام سيجمنت؟ 31 بعد كل الباقي. طبعا اللي هقوله ده على البورد يا اولاد الطلبه الشطار كتير ما اسمعوش. طبعا 8 سيرفايكل، 16 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 سكرال، واحده اسمها كوكسيديه. يبقى بالتالي عدد السيجمنت في السبايرال كورد كام سيجمنت؟ على حوالي 31 سيجمنت. كام سيجمنت لما كده؟ 31 سيجمنت. السيجمنت بتاعتنا بقى لو ده السبايرال كورد للطلبه الصحيين فينا طبعا طلبه شطار قوي طلبه غلابه. لما اعمل كده ماكرو كود ده السبايرال كورد. هل في جروبز بالعرض كده بين السيجمنت اللي انا بقسمهم؟ مفيش. انت قسمتهم سيجمنت ازاي؟ بخروج النرف. اي نرف بيبقى له حاجه اسمها بنتا روت ودورزا روت، كل نرف ليه كام روت؟ اثنين، بنتا ودورزا. النرف هو خارج الروتس بتاعته، روت بتبقى طالعه على هيئه روتلس. كلمه روتلس دي يا اولاد يعني روت رفيعه. فلاقي هنا كده سيرفايكال نرف نمره واحد. روتلت وروتلت وروتلت يعملوا البنتا روت بتاعه. وزيهم من ورا يعملوا كده ويتاخد النيرف ده مطر وده سنت ده محكي دلوقتي. يبقى اي نيرف وطالع من السبايرال كورد طلب شويه فتر رفيعه كذا روتشنز كده زيهم من ورا، يبدا التاني ويجي كده ويبدا التالت ويجي كده والرابع. يبقى انا بقول دي سيجمنت ببدايه النيرف ودي سيجمنت بدايه ده وسيجمنت. يبقى السيجمنتيشن بتاع السبايرال كورد هل نتيجه لظهور جروبز من بره؟ قالوا لا مفيش جروبز عليه، ده كل السيجمنت اللي ظهر ديت بدايه نيرف ونهايه نيرف، بدايه نيرف وتالت نيرف، خلتنا نقول دي حته في سبايرال كورد ودي حته وحته. طبعا تبع حجم النيرف السيجمنت بتاعته اكبر واصغر، مش شرط لو نيرف ذا سيرفايكال واحد ده فتشه، فبالتالي حته السيجمنت بتاعته يا دوبك نيرف ذا لامبر خمسه اللي عمل ميديان والنر وريديان و1000 نيرف، هتلاقي السيجمنت بتاعته كده بحجم السيجمنت متاثر بحجم مين لما كده النيرفز بتاعته. يبقى السبايرال كورد مقسوم بمين يا اولاد؟ سيجمنت عدد السيجمنت اللي فيه كام لما كده؟ قالوا 31 سيجمنت. كل سيجمنت بيطلع منها نيرف يمين ونيرف شمال، سيرفايكال نيرف نمره واحد، سيرفايكال واحد، سيرفايكال اثنين، سيرفايكال اثنين. طب عدد السيجمنت كام؟ 31. يبقى عدد النيرفز كام؟ 31 يمين، 31 يا ولاد شمال. اللي جاي ده جديد. كل نيرف بيبقى اتاتش في السبايرال كورد بتو روتس. البنتا روت موتور والدورتا روت سينس. البنتا روت ايه؟ موتور، الدورتا روت ايه؟ سينس. يعني جوه السبايرال كورد لو انا بشرح بعين الاهل قال احمد ده الراجل بتاعنا الطلبه الصحيحين، يبقى السبايرال كورد اتاتش في نيرفز، يبقى لو ده السبايرال كورد بتاعي ماشي. علينا كده يا اولاد بنت الروت طالع وده بنت الروت طالع، ومن ورا يجي من الروت اللي بيجي من ورا دور تحت عمر النيرف، والنيرف بتاعنا يخرج من بين الفقرات وتقسم الانتير برايمري ريموس وبوستير. طبعا اللي انا هقوله ده بتسالوه معانا في الفسيولوجي طبعا اكيد ما نعرفوش العادي يعني ما خدنا مشكله، بس طبعا ساعتها ربنا هيكتب لكم سيئه لان انا هقوله هم هيحتاجوها يعني. يبقى تاني كل نيرف طالع من البانر كورد بكام روت بليد؟ اثنين، بنتر ودورت. البنتر بليد دي اوامر العضلات الشغاله، اما السنسور ده بين الاحساس، يبقى بالتالي كل واحد له وظيفه. مكتوب في الكتاب حاجه اسمها جنرال سوماتيك ايفرنت وسبيشال سوماتيك ايه وجنرال سوماتيك ايه اف. طبعا اكتب كده على البورد جنرال سوماتيك ايفرنت حاجه اسمها جنرال سوماتيك اب. ايه بقى الفرق؟ ايه دول؟ قالوا اي نور يشغل عضله من اعضاء بايسب ترايسب اي دول يتسمى ايه لما كده؟ سوماتيك. ماشي انت بتحكي فيها. وجنرال ده للبايسب ده. طب قال في عضلات اللي عملتها برينجر ارشز لو حد فينا سمع زي مين ومين ومين؟ زي عضلات البيس، عضلات السكال، كل اللي عملتها برينجر ارشز. النرف الصبعي بتاعها معاك ملقب اسمه ايه؟ سبيشال تقول لها سوماتيك ايفرنت. سبيشال سوماتيك ايفرنت ده لو ما كده يبقى في ايفرنت العضلات جايه من سبيشال ستراكشر اللي هي فرنج الارش. يبقى كلمه جنرال سوماتيك ايفرنت دي جنرال سوماتيك ايفرنت، جنرال سوماتيك ايفرنت دي مقصود بيها عضلات جسمك الاراديه اللي انت بتتحكي فيها اللي ما عملتهاش الفرنج الارش، اللي ما عملتهاش لو ما كده فرنج الارش. فرنج الارش دي لها قصه ثانيه في الاسماء. يبقى كلمه اللي قدامك في الكتاب اسمها ايه؟ جنرال سوماتيك ايفرنت يعني ديت هتشغل عضلات الاراديه.
لما في حاجه اسمها سبيشال افرت مش بس افرت اللي هو من انهي عضلات رينج الهارت ثلاثة كلام بس الجمله طب افرت انا بحسب بدنتي مش كامل لا لما بيبقى فيها قرحه وبحسب جدا لو اتخبط جدا اتخبط ده يبقى اسمه جنرال سوماتيك افرت لما معدتك ده اسمه جنرال فيسرال افرت طب عينيك على كان يبدي سبيشال سنس لما تاخدوها مش كده لا يبقى في حاجه اسمها سبيشال سنس يبقى في سبيشال سنس بطريقه ثانيه يبقى انا عايز اقول ان السنسوري فايبرز احنا على فكره بس الوقت مش سامع او مش وقت ثاني احنا عندنا في النيرفس في سبع انواع ثلاثه موتور واربعه سنسوري الثلاث ده انواع فاريشن يعني تقول مثلا انا داخل في مانجا في كلمه اسمها مانجا المانجا دي في مانجا بيسي ومانجا كذا ومانجا 37 نوع مانجا وعندنا ده فاريشن في الداخل انت بتقول ايه بقى؟ يعني لما اجي اسال سؤال لو في موتور نيرف لعضله من عضلات جسمي تسمى جنرال سوماتيك ديفرنت لو معدتي اللي بتشتغل لوحدها تسمى جنرال فيسرال ديفرنت لو عضله من عضلات اللي عملتها فرنش الارض تبقى سبيشال فيسرال ديفرنت يبقى انا عندي كام نوع من انواع ديفرنت ثلاثه طبعا انا بقول الكلام ده الغرض ما عشان الجمله المكتوبه لان في ناس هتقف على السطر ده في ناس بقى تفرق بقى ده الكتاب فين يعني ما في ناس هتيجي على السطر ده مكتوب ايه جنرال سوماتيك افرنت اللي هو الموتور احنا عندنا كذا نوع افرنت ده موتور سوماتيك افرنت لو عضلات اللي بتسيطر عليه هل طب في سبيشال في جنرال في سنسور السنسور بار اللي صار ده عباره عن مين بقى اولاد قالوا حاجه اسمها جنرال سوماتيك افرنت دي جايه من جلدك ومن عضلاتك ومن عظمك. طب لو في جنرال فيسرال افرنت ده جاي من معدتك ومن قلبك ومن رئتك كده الفيسرال بتاعتك. قالوا طب احنا عايزين عينيك بتشوف ودنك بتسمع ومناخيرك بتشم والطن بتدور دول كلهم بيبعتوا سنسيشن دي سبيشال كلهم سبيشال. قالوا سبيشال ايه بقى؟ في سبيشال سوماتيك افرنت وسبيشال فيسرال افرنت. بالنسبه للنوز النوز بتشم الاكل اللي هتاكله والطنج بتذوقها دول يكون سبيشال بيسر افرنت اما بالنسبه للرؤيه والعين دي علاقه بجسم اكتر فبيبقى الفيجن والهيرنج دول سبيشال سوماتيك افرنت يبقى انا لما اجي اسال سؤال كم نوع من انواع الفايبر بقى يبقى لما نقول في نيرف بين الفيجن يبقى نوع الاكسون بتاعته ايه لو ما سبتش سبيشال سوماتيك افرنت نيرف بيسمع هيرنج يبقى سبيشال سوماتيك افرنت. لان انت بقى بتجيب الشم او تذوق يبقى سبيشال فيسرال افرنت. قالوا طب لو بجيب من معدتي يبقى سبيشال جنرال فيسرال افرنت. لو من جلدي يبقى انا بس اقرا بقى السطر ده عشان توهتكم بيبقى فيه كفايه. انا عايز بس اقول للطلبه الصحيحين عندنا كام نوع من انواع الفايبر؟ سبعه كاتيجوريز اربعه سنسوري وثلاثه ايه لو بعد كده موتور. لما يمشي الكورس بتاعي او انا قعدت اسمع تاني اقرا بس اقرا الموتور روت والسنسور ايه اللي ما جنب الموتور روت والسنسور روت بقى لو بسمع كاتب الموتور روت جايب لك كده عليها تثبيت فيها ايه؟ جنرال سوماتيك افرنت طب وبالنسبه للسنسوري جنرال سوماتيك افرنت مش كده لا في نفس الكلام سبيشال بيسر افرنت اللي عملتها الفرنج الارش اي عضلات فرنج الارش بتاع الفيس بتاع السكال اللي فاكر فرنج الارش كان بيعمل عضلات الماستيكيشن وتنسر وتنسر مع الراس بس بين دول كلهم تبع هذا الكاتب اي عضله عملتها الست فرنج الارشز طبعا خالد ديجنريت تبقى تبع الجروب ده ماشي خلاص ارجع بقى للسؤال بقى عادي خالص كل نرد ليه كام جروب بقى لو ما كده اثنين انا هسالكم سؤال في سولج مش انا طبعا لسه بخلص كل نرد ليه كام جروب زي بنت الروت و دور البنتا رود ده ايه والدورزا رود ده ايه بقى لما كان البنتا رود موتور والدورزا ايه سنسور انسوا بقى السبيشالات والفيسرات اللي انا قلت لك موتور يشتغل عضلات وسنسور يجيب احساس ده موضوع منتهي بالنسبه في حياتنا هل الاحساس بيطلع من البرين ولا بيخش البرين؟ طبعا هنا بقى في حاجه مهمه جدا هتسمعوها في السيرش اول محاضره السيرش او اول درس السيرش ان الدورزا رود ده راكبه عليه جانجل اسمها دورزا رود جانجل او بيسموها سباينال جانجل الجانجل دي مليانه نيورونز النيورون دي ليها تو بروسيسز واحد بريفر واحد سنت ما فيهاش سنابس ما فيهاش سنابس ما فيهاش سنابس ما فيهاش سنابس النيورون اللي واقف هنا ده ليه بريفر بروسيس يروح يمشي مع النيرفات دول وليه سنتر بروسيس يخش السباينال كورد يبقى بالتالي كل نيورون عمل كده ليه باي بولر كده الاثنين كده هو دول نيورون هنا كان مقسوم الاثنين اكسون يروح لبره واكسون يخش جوه يبقى كده ده راح للجلد هجيب معلومات من الجلد
ولما تستوعبها الخليه تبعتها ليه؟ مفيش سينابس بتشتغل. طبعا الدكتور اللي كنتوا فاكرين كان النيرون يخش ينتهي يقابل 9 يتوقف يطلع بدل 9 كده، دي قصه ثانيه. يبقى انا عايز اقسم بقى الطلبه بتدرس نيورو ساينس دي، بنقول ان الجانجليا توتال يا اوتونومي يا سنتر. اوتونومي ده فيها ريلي تزود الاعداد يخش واحد يطلع 9 سواء سمباثيك او برا سمباثيك. اما سنس مش كده، ده نيورونز واقفه بره جسم بره البرين، والنيورونز اللي واقفه دي عامله جانجل اسمها سنسور جانجل، بيطلع منها كام بروسيس طبعا كده اثنين، بريفر روح الجلد والسنس اللي يخش في باراكورد، بريفر روح العضلات والسنس اللي كده يجيبوا سنسيشن بتاع كولر برين، دي اسمها دورزر روب جانجل، اسمها ايه لو كده؟ دورزر روب جانجل او سباين جانجل، الكلام السخيف ده عايز اخلص منه بقى، كل نيرف ليه كام روت لو كده اثنين، فينتر وايا دورزر فينتر اخر طول. دكتور ده ايه؟ ايه في عشان احط النيورونز برضه، ما انا عندي الاسبانيا كورد قد كده وعندي برين قد كده اوضه عظمه قد كده، طب عايز جانجل عايز نيورون ثاني اعملهم ايه بقى؟ دي بتساعد اللعبه مش تبقى لا جواسيس يعني كده. البرين مش شايف انا بدوس سبيس اكتر من كده. طبعا المكنه طبعا نفسي اقول حاجه كده بس مش هتسمعوها دلوقتي، حاجه اسمها فيرست اوردر نيورون. سمعتوا؟ ها؟ وسكند اوردر نيورون. ثيرد اوردر نيورون فين؟ بالصلم وفيرست اوردر نيورون فين؟ الجنجل. سكند اوردر نيورون هو البريو وبالتالي الناس زي باين كنا في مدرسه الكلام ده زمان قوي او سنه 99 فكنا بنقول للطلبه فيرست اوردر نيورون في الجنجل سيرد اوردر نيورون صلمس واحفظ السكند هتجيبهم عشان كده لا يعني انت بتذاكر النيرفس سيستم بتاعكم دوت فدايما الاولاني ثابت في الدور ده الجنجل والثالث ثابت موجود في صلمس اما الفاريبل في مين؟ سكند اوردر نيورون، سب سنشن جلتنوز دامين تنسون، نيوكليس كرار، ايا كان اسم نيوكليس تستخدموه، ايا كان تاني هذا السؤال يبقى كل نيرف ليه كام روت كده ولاد اثنين، بنتر روت واي دور ذا روت، بنتر روت موتور دور ذا روت ايه سن. الكلام ده جوه العمود الفقري، جوه مين؟ العمود الفقري، قالوا بعدين النيرف بتاعنا في العمود الفقري دي بتاع ديك اللي خارج النيرف. النيرف لما بيطلع بقى كده بيتقسم لكام ريمس ولاد اثنين، انتيرو وسين. ده ميكسد وده ميكسد، يعني ايه ده ميكسد وده ميكسد بقى؟ قالوا دكتور يعني لو انت بترسم لنا كويس هترسم كده رسمه تحط فيها سباينال كورد وتعمل بنتا روت وتعمل دورزا روت تخليهم يتحدوا مع بعض ويخرجوا من بين الفتحات بتاع بعض ما تطلعوا بره البنتا روت دورزا روت البنتا روت تطلع من الجزء اللي قدام والجزء اللي ورا والدورزا روت جزء اللي قدام والجزء اللي ورا بيعملوا حاجه اسمها انتيو برايمر ريموس ورجع ورا اسمه اوستيرو برايمر ريموس. فين ايه الفرق بين الريموس وبين الروتس بقى لو عندكم دم؟ الريموس دي ميكسد مطر على سيلز والروتس ايه بيور مش الحمد لله وده عليه جانجل اسمها دورزال روت جانجل او سباينال جانجل. كده ده الكلام اللي جاي بقى جديد خالص مهم قوي قوي كمان. يبقى كل نيرف ليك اللي كبروت يا احمد الاثنين بنتر روت و دورزال. البنتر روت ايه والدورزال روت ايه بقى لو كده؟ البنتر روت موتور دورزر روت سنسوري تحت مع بعض خرجنا من فتحه بين فقرات اسمها انت مرتبه بالبرامي برا العمود الفقري قسمنا الاثنين انتيرو برايمر ريموس و بصير ده ميكسد وده ميكسد ده بيروح لعضلات الجلد اللي قدام وده لعضلات الجلد اللي ورا كل نيرف بيتقسم لكام ريموس اثنين هو انتيرو واحد بتفهم هذا الكلام تمام. اللي جاي جديد بقى في البلد بنقول في ايه؟ الاسبانيا كورد بتاعها فين؟ من ايه لواحد؟ سباير كورد من سبعين من ايه ل 30 ولا ل 40 ايه لواحد وايه لاثنين؟ نسمع بقى مع بعض الناس اللي دمرها صح قوي قوي قوي. اللي هقوله ده لازم يتفهم لازم يتفهم اللي هو في الطريقه دي يتفهم. وانت بطل امك عندك 3 اشهر لحد السبعين لو ده بالنسبه لي سباينا كورد واقف كده. سباينا كورد انتهى تحت هنا من ال 1 وال 2. اللي حوالين سباينا كورد ده عمود فقري والاثنين بنفس الطول. الاثنين بنفس الطول. كانت النرفز لما تطلع من سباينا كورد تلاقي الفتحه بتاعتها تخرج منها. اللي لازم نركز في الحته دي كده سنه يبقى الفتحه دي موجوده في العمود الفقري بتاعتنا عامله كده. قال احمد معايا احمد ده عشان ايه؟ انت عندك مشكله ده في الفم مش كده؟ بص معايا لحظه كده وبعد كده سيبك تعمل اللي انت عايزه. كل نرف لو انت لسه عندك 3 مانس جوه بطن امك النرف تيجي تطلع كده الروتس وتيجي طالعه على طول. تمشي بالعرض كده سواء يمين او شمال.
المخ بقى نضيف يستنتج اللي جاي من غير ما نقوله صراحه. يبقى كل نرف كده طلع لا فتحته، كل نرف طلع لا فتحته، كل نرف طلع لا فتحته، عملوا كده. الجاي ده بقى للطلبه الصحيحين، الفتحات اللي في العمود الفرتبرا كولم بيطلع منها النيرفز دي. عايز واحد فينا يقول لي بقى لو بدا الفرتبرا كولم ينمو بسرعه هيحصل ايه؟ طبعا ما يبقوش كده. في الابر بارت هيبقوا شويه اوبيه. طب الفاينل كورد بتاعي بتاعي ليفل اللي كم كام؟ طيب انا لو افترضت ان انا عندي ده السكرم وفي نيرفات طالعه منه هنا. النيرف دوت الفاينل كورد بتاعت اللي واحد. طب النيرف طالع من تحت عند السكرم. يبقى لازم الروتس تمشي جوه انهي كولم؟ والبرتبرا كولم عشان توصل لفتحات بطريقه اخرى. تخيل العظم ده عمال يطول لتحت بسرعه، هل دول هيتقطعوا ولا يطولوا معايا؟ يطولوا معايا. برسم رسمه بقى انت بتقولوا عليها. بس يا ريت تبقوا فاهمين. لو ده الفاينل كورد بتاع واحد كده عنده دلوقتي 20 سنه، هلاقي البرتبرا كولم اطول منه بمسافه محترمه كده. هلاقي ايه اللي بيحصل؟ بص يا دكتور. هلاقي الفاينل كورد ده بينتهي من ال1 وال2. هلاقي النرف نمره 2 هينزل من الفاينل كورد يوصل الروتس بتاعته نازله كده تروح للفتحه بتاعته. والتحت يخرج. وثلاثه زيه. واربعه زيهم. وخمسه زيهم. واس واحد زيهم. واس اثنين زيهم. واس ثلاثه زيهم. واس اربعه زيهم. واس خمسه كوكسجين. قالوا الناحيه الثانيه طبعا زيهم برضه عشان ما نضيعش بقى. قالوا يعني انت عايز تقول ان انا لو فتحت اللور بارت بتاع البرتكاكا الكولا هلاقي سبانر كورت مش موجود والاقي روتس ماشيه؟ اه عاملين زي دير الحصان كودا اكواينت. وات از ذا كودا اكواينت؟ هي الروتس وليس النيرفس. هي الروتس وليس النيرف. في سؤال غلطته كده بيقول لك الكودا اكواينت از فورمد باي ذا روتس بس ذا نيرف هي عباره عن ايه؟ لور لامبر نيرف اند سيكرال نيرف كوكسجين طلعوا من سبانر كورت ما اتحدوش طبعا نازلين على هيئه روتس 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 لما يقربوا من فتحته من تحت بيخرجوا على هيئه نيرف خلاص. يبقى لما اجي اسال سؤال ايه هي الكودا اكواينت؟ كلمة كودا يعني ديل كودا وكوينا يعني حصان. يبقى ديل الحصان موجود جوه في ميل في السوق كده تعمل ديل الحصان بدل البرا فده اسمه كودا اكوينا. مين هي كودا اكوينا؟ هي روت اوف ذا لور لمبر وسكرال اند كوكسيجين نور رانينج ان ذا فيرتيبرا كولم بعد نهايه السباينال كورد. يبقى لما اجي اسال سؤال للطلبه الصحيحين يبقى مين هي كودا اكوينا؟ الكلام ده واصل ولا مش واصل؟ مش واصل. اسال سؤال بقى صعب جدا الجاي. السبانر كورد بتاع الليفل بتقل كام وكام بقى لما كده اللي واحد كل اثنين؟ اسال سؤال السبانر كورد في كام سيجمنت؟ في 31 8 سرفايف و12 ثراث و5 لامبر سيجمنت و5 سكرال واخيرا اكسجين. هل السيجمنت قدام الفرتبرا بتاعتها؟ ما ينفعش. كانوا يبقوا طول بعض كان يبقى دول واقفين بعض. قالوا يبقى انت بقى عندنا قانون غريب جدا قبل الام ار اي والسي تي والكلام الجديد اللي طلع. واحد اتقلب بيبيع عربيه وكسر البرتبرا كولر وعايز تعرف اي سيجمنت اللي اتقطع. كنا بنعمل اكس راي، الكلام ده بس في الثمانينات. ايوه على فكره السي تي ما كانش موجود في الثمانينات 1980. كان سونار لسه طالع، السونار ده كان بيسموه التلفزيون اياميها. ولما واحد عمل حاجه في التلفزيون كل ليله تتجمع عليه، يعني ابويا الله يرحمه كان هيعمل سونار على فتره كده، فكل ليله جت زورتنا بالليل عشان خاطر ايه بابا بيقول الصبح رايح يعمل سونار. فكان الناس كلها مهتميه بالموضوع، دلوقتي كل دكتور عنده عيادة سونار، وكان مصر فيها اثنين ثلاث سونار بكتير يعني. المهم هي كانت ظروف الولاده دي. لما باجي اعمل سي تي اكس راي عاديه اللي هي ارخص حاجه الاقي فيرتبرا مكسوره. عايز اعرف انهي سيجمنت من السباينال كورد اللي متصل ليه. فبالتالي انا ما كنتش عندي امكانيات ثانيه. فاعمل رول بقى قالوا ايه؟ لما بنبدا فوق السرفايكال فيرتبرا صغيره، حجم السرفايكال فيرتبرا كبير صغير. وبالتالي دي مثلا ثلاثي فيرتبرا على سبيل المثال، دي ثلاثي فيرتبرا شوف البادي قد ايه. لو مسكنا لمبر فيرتبرا وبصينا على حجم البادي بتاعها قد ايه؟ واضح جدا 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 ان في فرق خطير في احجام الفيرتبرا. تمام؟ اكتر من كده بقى السرفايكال حاجه صغيره قوي. الفيرتبرا دي معقوله لانها حاجه اسمها الويت. وزن راسي مين اللي شايله؟ عمود الفقري. بعد كده الجسم بيطلع على عمود الفقري، بطني عليه، حجم الفرتبرا كل ما بنزل من فوق لتحت بتزيد، فكره كده. فعمل بقى قانون غريب جدا، قال لو انت في السرفايكال ريجون زود واحد على رقم الفرتبرا، ايه معنى الكلام ده؟ سيبني انا لقيت واحد عنده كسر في الفرتبرا نمره 5. يبقى نمره كام اللي بتداس عليها؟ نمره 6. في الابر ثلاثك يعني من 1 ل 6 فرتبرا، لو لقيت الفرتبرا نمره 3 مكسوره. زود 2 5 ماشي. في الثلاثي 6 7 تبقى 10. الاحجام بتكبر.
حتى والثلاث يبقى انت كم حاجه كده عملتهم ثلاثه. يبقى مره ثاني ايه العلاقه بين الفرتبرا والسيجمنت في الفارن فورمز ضمن مع بعض كده ولا لا؟ قالوا لو انا في النك هتزود على رقم الفرتبرا واحد، لو انا في الابر بارت بتاع الصوره تزود على رقم الفرتبرا اثنين، لو انا في اللور بارت بتاع الصوره الحلقات اللي 10 تزود كام؟ 3. بعد كده بقى احكام غريبه جدا، الفرتبرا بتكبر السيجمنت بتاع الفارن فورمز مش كبيره، فقالوا اقروا كده في 11 الفرتبرا 11 واخده كام سيجمنت؟ لمبر 2 3 4 و 5 سيجمنت. يعني انا عايز اقول لو واحد عنده عربيه ده دغيت الفرتبرا كلها لما تديه 11 اني سيجمنت في السبايرال كورد اللي هيبقى فيها مشاكل اللي هي لمبر 2 و 3 و 4 و 5 لا ده ايوه. عندنا العمود الفقري حاطط السبايرال كورد، طب هل فقره العمود الفقري تقابل نفس السيجمنت في السبايرال كورد ولا لا؟ ده السبايرال كورد بيخلص والفرتبرا كلها بيكمل، يبقى اكيد السيجمنت الفرتبرا لا تقابل نفس السيجمنت الثاني. طيب اذا كان سبايرال كورد خلص يبقى بالتالي انا عايز احسب حسابات جديده اقول فيها ايه؟ لو انا لقيت فيرتبراي مكسوره بحادث تقابل مين الفيرتبرا ديت؟ السيجمنت مين؟ قالوا سبايرال كورد عالي شويه والفيرتبرا ابطا شويه فبزود على رقم الفيرتبرا رقم. لو انا في النك سبايرال كورد لسه بادئ والفيرتبرا حجمها صغير فزود على رقم الفيرتبرا كام؟ واحد. تين انا لقيت الفيرتبرا الخمسه بتاعت النك مكسوره يبقى انهي سيجمنت جوه اللي اتأذت؟ سيجمنت. لا في الابر بارت بتاع السوركس احجام الفرتبرا بتكبر حتى سيجمنت صغيره قوي شويه في السوركس هنا. فلما تتكسر الفرتبرايا هزود من سوراسك واحد لسته هزود كام؟ اثنين. قالوا لا 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 من سوراسك بقى سبعه لعشره الفرتبرا الاقي الاحجام بتكبر فلو كسر ازود كام؟ ثلاثه. يبقى انا لو قلنا مثلا مثال عيان عنده كسر فرتبرا نمره 10 سوراسك مش كام ده؟ يبقى جوه سيجمنت نمره كام؟ لمبر واحد مكسوره مش كام ده؟ لمبر زي بزود كام؟ ثلاثه. ارجع اسال سؤال بقى بعد كده العمليه ما بقتش بهزر فقال لك ايه؟ قال لك احنا هنتفق ان الثراسك 11 فرتبرا 11 فرتبرا 11 فرتبرا 11 اوبست سيجمنت نمره كام؟ اثنين وثلاث واربعه وخمسه لمبر ماشي خلصت من قالوا طب 12 فرتبرا واول لمبر خد كل الباقيين مش كام؟ يعني لو واحد عربيه هتكته كده وعدت عليه او نقل من حته عاليه ونزل على ظهره دقه جامده ولقيت الفرتبرا نمره 12 مكسره مش كام؟ لا او واحد يبقى ده معناه ايه؟ هرسالي كل السكرر سيجمنت ومعهم الكوكسيديان كمان. الكلام ده زمان كان سوبر مهم دلوقتي بقى سوبر مش مهم. ليه بقى؟ دلوقتي السي تي والام ار اي بيوروا لنا حجم الليجن في السبانا كورد لو ملي مش كام؟ لا تلاقي الدكتور مشاور عليه كده فالكلام ده بقى تاريخ اللي احنا فيه. انما لو انت افترضت ان اشتغلت في مستشفى كفر طشت، كفر طشت دي مستشفى على والله ما بهرج على طريق بنا اسمها كده كانوا جايبين صورها من فتره انا كنت بهرج دايما لقيت جايبين مستشفى كفر طشت خضتني في المستشفى كده انا كنت بهرج من اسمي وكانوا بيشتكوا ان ما فيش جهاز اشعه ما فيش اوضه كذا ما فيش اوضه كذا اسمها مستشفى. فبالتالي يعني انت لو في مستشفى زي كده اخرك لو لقيت جهاز اشعه تصور العيان ده لو لقيته يعني فصور العيان واحسب حساباتك دي تدخل لها الكتاب بقى وقول ايه سراسك كام انت مش حافظ انت خايف برضه جاب مقبول يعني لو اداك هناك المقبول بتاعتك فانت ليك ابعاد ثانيه يعني فايا كان ابعادك لو اديتك كام فرطشت فانت محتاج يبقى الكتاب معاك تقرا منه. اسال بس الدكتور قد ايه الفاينل كورد بقى اي واحد فينا يقدر يقول طبعا الكلام ده نيفر ريسك ما شفتوش شركه الامسكات بالهبل بالهبل والامسكات بقى بتضيع درجات اكتر من للاسف يعني. فبالتالي اللي عايز يحط امتحان امسكيو من هنا يحط له 30 سؤال امسكيو لما اجي اسال سؤال اسبانيا كورت طوله كام سم بقى 45 سم وفي الستات طوله 42 سم بدات الفورمين اسمها فورمين مجنون وانتهى فين اسبانيا كورت من ال 21 ده في القضاء في الاطفال الصغيرين يوم الولاده بين الثلاث وبط امه كانت امالي كل الفرتبرا كول تمام. هل سبايرال كورد بنفس القطر من فوق لتحت ولا لا؟ في كام في اللارج من اثنين؟ واحد اسمه سرفايكر والثاني اسمه لا. ليه السبايرال كورد كبر في حتتين؟ ليه عمل كده ورجع كبر ثاني كده؟ زادت عدد الخلايا عشان تدي نيرفس كبيره تعمل بريكسس اسمها ايه وبريكسس اسمها ايه؟ بريكسس الثانيه اسمها انسكس. هسال سؤال صعب جدا لو جبتوه تاخده منين؟ ايه الفرق بين الكونس متدرج وكود اكواليتي؟ وده كوين ابوه؟ الكونس متدرج ده هي اخر حته في سبايرال كورد كود اكواليتي ده الروتس اللي نازله جوه العمود الفقري. الطلبه بقى اقرا اسئله زي ما انت عايز تبقى خبيط مش كده؟ لا السؤال ده بنقرا نصلحه تلاقي كل واحد بيخبطه بجنب فطبعا دي حاجه ودي حاجه. الام ده اسمه كونس متدرج انما الروتس اللي ماشيه ديت اسمها ايه؟ وده كوين طبعا تاني وتالت ورابع عشان ربنا يحاسبكم ما يحاسبنيش
تكون أكوينة روتس أوف وليس نيرفس. ليه؟ قالوا تبالي كورد وقف كده لما طلع منه روت بتوع النيرف نمرة واحد دمبر واحد أو خمسة لا نزل روت كده والروت التاني ماشي بعيد عنه ما بيتحدوش على الفتحة قبل ما يخرج يبقى الكود اكوينا معموله بايه؟ بالنيرفس ولا بالروس؟ والله سؤال لطيف كده. الكود اكوينا فورمد باي نيرفس هي معموله باي روتس اوف نيرف بس مش كده ما حدش يقول لي انا اصل انا فهمت غلط ومفهوم الروم ده بعض هو السؤال التك بتاعك كده يبقى لما اجي اسال سؤال هو موجود في الكليه اللي بتكون مع بعض مين يعمل الكود اكوينا هي الروتس بتاعت اللمبر نيرف اللي هو اللمبر نيرفس والسكرال نيرف والكوكسيديان ده معناه ايه؟ الروتس دي لسه ما اتحدتش الاتحاد عند الفتحه اللي اسمها انترفيرتيبرال بونك. ازيك يا ستيفن هاورد؟ مش ازيك انا ولادي الدكتور ستيفن بيجي تابع الدرس ويكتب التطبيق ويمشي على الدكتور وخلاص انا ولادي ربنا يطمن على الطلبه بس بيجي على الطلبه وكده انا مختار الصلاه المدرسه نص تمرين طبعا هو المجهود ده بالنسبه لثوره السنه الثانيه يعني مدير مريح بالصبر يعني اول ما تحسوا انكم مش مضبوطين من هي باسكو السكيلت اللي فات يعني كده مديول فاني يعني تذاكر وتسيب كتاب الاعلام شويه وترجع له تاني يعني غير مديرات الزباله اللي عدت بصراحه لبس كبير وصور ومصطوب منه اجزاء كثيره وخالص كتاب هذا يا اولاد ده مين عنده اسمها ايه؟ صور اصحى احمد محمد كلهم زي بعض مش احسن عمر ما بيخلص انت لسه متقدمش عليك بقى دلوقتي انا اولاد هقول لكم بعد كده على حاجه بس لما نخلص الدرس احمد يا احمد يا احمد وانا بدات اشك في كلمه الدايم احمد مهتم جدا بس حتى تهتم بيه كده غير كده حتى بابا تقول لهم انا في درس هم يبطلوا بص يا ولاد مايك قول لي بعد كده عندنا عمايل اسمه بقى كفرنج اوف ذا سباينال كورد ان انا في طب الاصل الايه سوبر كريمان ادخل بالمهندس اسمه كفرنج ريتن كفرنج اوف ذا سباينال كورد ريتن يعني طبعا مش عادي يعني بس هو ريتن جروب ده نمبر 6 سباينال كورد ليه ثلاثه كفر من جوه لبره واحد اسمه بيا ماتر والاركينويد ماتر وبالنام والديورا ماتر كم كفر للسباينال كورد ثلاثه الام الحنون دي الطبقه الداخليه اسمها بيا ماتر وبراها طبقه اسمها ولاد ديورا ماتر اركينويد وبعد كده مين دي بيا ماتر ثين ديليكت ممبرين ثين يعني اي ديليكت كده خفيف بيهبط السباينال كورد مباشره البيئة ما بتبدأ عند الفورم اللي اسمها فورم ماجنا وتنتهي مع نهاية البارا كورد على حبل المفاير في المين الماركو. لما بدأت عند الفورم ماجنا ممتدة حول أني كورد أو ليه البارا كورد. القصة اللي هقولها البارا كورد يكبر تكبر يزيد يزيد يبقى هي لازم عليه وش مش كمده لا طيب اللي عمله ده في ولاد لو حد سرحان بس ما بس سرحان لو عملت كورس تكشف سباينال كورد ده مقطع لو عملت مقطع عرض في البارا كورد اللي يعمل كده ايه اللي حاصل؟ هنا في نيرف خارج وهنا في نيرف خارج النيرف خارجه كده من السباينال كورد تمام دي النيرف بتاعتي السباينال كورد عليه طبعه البيئه مطر عامله كده لما يجي النيرف يطلع بالروت يطلع منها امتدادات حواليه يبقى في كفر ممتد حوالين الروت تبقى تبسط ماشي ده بالنسبه لمين؟ البيئه مطر البيئه مطر اللي يطلع السباينال كورد كده يطلع امتداد ده اسمه برولونجيشن منه وايه تاني؟ بره البيئة مصر موجودة بلاد فيسل عايزة تغسل السباينال كورد. يجي البلاد فيسل بتاعنا يخرج كده ويخش جوه. يبقى البلاد فيسل بقت بره كده في كابيلرز طبعا منه دخل السباينال كورد حتى السرحان دي. لو جيت قلت معاكم كده من بره ده ارت بقت بره كده. الارت ده هيدي برانش يخش السباينال كورد، البيئة مصر بتدي امتداد حواليه ما تسيبوش يخش كده. وبالتالي ما تسيبوش الا لما بدا يتفرع شعرات كبيره الرفيعه يبدا ينتشر جوه الفيلم. يبقى في الحاله دي نقدر نقول مع بعض الكلام اللي موجود في الثانيه كل ده صح. ايه اللي موجود في الثانيه؟ مكتوب في الاول تعرفنا البيا ماتر السباينال كورد السراوند بتاعت الكابس السباينال كورد بيا ماتر. دي ليك التمرين ممبرين الرؤيه. مش الكلوتي ادرس السباينال كورد لدي على السباينال كورد مباشره. برولونجيشن امتداد لبره ولجوه. أول كورد فورم الكيس الأغلفة حوالين السباينال نيرف روتس اللي طلع.
تبقين اول على دكتور فورم تشيز ارد البلاد ديسك اوف ذا سبايرال كورد. يعني اي بلاد ديسك لازم تشوف سبايرال كورد تبقى معايا. وبالتالي لما تمسك سبايرال كورد بتاع برين بتاع القصه تشد كده تشد بيها وتر بتشدها كانك بتشد حاجات من جوه السبايرال كورد نفسه. يعني مش ماشي على السطح بس دي غرزه روحها جواه حوالين مين بلاد ديسك. وهنا نفس السؤال يبقى فيها مثلا من برين بيحاول السبايرال كورد وبيطلع منها امتدادات يا بره لجوه لبره حوالين مين النور لجوه حوالين مين النور ديسل. يبقى لو خدت فرحان بس السؤال طبعا صعب جدا. يبقى فيها بطل بضغط السبايرال كورد طلع منها كام برولونجيشن؟ اثنين. كام البرولونجيشن بتوعنا لبره ولجوه؟ بره حوالين الروز ولجوه حوالين مين اولاد النور ديسل. ده الكلام البي ام بطل بيحصل منها سكنين. السؤال ده ريتم اللي بقول عليه ده ريتم. في حاجه اسمها بقى لينتيكيوليت ليجر اسمه ليه لينتيكيوليت ليجر. قصه لينتيكيوليت ليجر ده بقى حد معور في مستقبل تبقى خلاص صارت سنه ثانيه او عارف اوي الكروسه دي تبقى احسن نقطه دي. قالوا ليه مره واحده بس ده احسن قطعه اثنين من السبع واحده بالظبط. طبعا هي بتبص اللي حواليها كله محدش يتحول اكتر يعني الورقه ديت القلم ده واقف كده كانه بالانس حاسه البي ام بطل بتغطيه كده من كل الاتجاهات. على الناحيه اليمين راح الشمال يطلع من البي ام بطل بتغطيه ده البالانس كول والبي ام بطل اللي عجبين كل الاتجاهات جاي من جنبه اللي طلع جنب ده اسمها دينتيكيوليت ليجر. بتسمي ايه؟ دينتيكيوليت. يبقى زي ما انت هتبص على السبايرال كورد بتطلع منها في الثاني بيبقى لازم قدامها البنت الروت وراها من لما كده الدولبر. الدينتيكيوليت ليجر الدينتيكيوليت ليجر ده اكستنشن او سكنج على اي ناحيه على اللاتر سايد يطلع من البي ام واحد مين واحد ايه شمال. لو بصينا على الرسمه ديت بس ما حدش يبقى سرحان قلنا ده مين ده؟ لو ده الفورم ماجنم بتاعته يبقى كده. السبايرال كورد بدا عند الفورم ماجنم ونازل كده باللارج وده ورجع اللارج الثاني وده البي ام بطل بتاعتي بحوطاه او محدش معترض تمام. دي البي ام بطل بحوطاه كده من فوق لتحت. دي البي ام بطل بتاعتنا عليه كل اللي طلع البي ام بطل على الجنب ده وعلى الجنب ده اسمه دنتي كريت ليجر. ده على البوست سايد يعني عامل كروس سيكشن هيبقى السبايرال كورد واقف كده واللي طلع على الجنب ده كده وعلى الجنب الثاني ده اسمه ايه على الجنب ده؟ دنتي كريت ليجر. مين؟ الاوردر بتاعه بيطلع منه سوبر بروجكشن على 31 سنه 21 سنه سوبر. ال 21 سنه دول يعملوا ايه؟ طبعا الاسماء على التنان بطل هنا يخرموها والثبات تروح الطبقه الخارجيه. مين الطبقه الخارجيه؟ اليورام. ساعه ترى ثبات السبانا كورت في مكانه اسمه اللي جنب ده لما كده دينتيكيوليت ليجر. لو حد بص في رسمه الكتاب ولقى دينتيكيوليت ليجر ممكن تبقى معلم رسم حلو جدا جدا جدا. فين دينتيكيوليت ليجر في الرسمه بتاعتنا؟ لو حسيت كده باين كويس الاقي هنا كده ادي سباينال كورد واقف بس ما مسروقه من مكان محترم طبعا. طبعا السباينال كورد جوه عاملين بيه بطل الروس بتاعت النرد طالعه زي ما قلت مش طالعه روس واحد مجموعه. طب فين بقى الانتيكيوليت ليجامنت؟ شايفين المثلث الابيض ده اللي طالع ده اسمه ايه ليجامنت؟ ده اسمه دينتيكيوليت ليجامنت. اسمه ايه؟ دينتيكيوليت. يبقى الانتيكيوليت ليجامنت التسنان على السايد طلع من انهي طبقه لما كده بالبي ام اف. يبقى البي ام اف على بص انا لو واقف كده انا متحدد سباينال كورد اللي على جنبين دول يبقى اسمه مين؟ دينتيكيوليت. هل البوردر ده ستريت ولا مشرشر كده؟ مشرشر. في كام تو سايد بروجكشن طلع منه؟ 21. هيبدا من الليفل بتاع الفرن ماجنم ل ال 1 ويبقى عاملين كده. يلاقوا ريتنود يخرموها ويثبتوا روحهم في الديوره وتساعد على تثبيت السباينال كورد في مكان اسمه ايه اللي جاي من تسمه؟ دينتيكيوليت. لو انا الورقه دي اديتها للدكتوره وعملنا كده مع بعض وثبتت القلم. القلم عليه طبقه البي ام بطل كده يبقى مين اللي جاي من ده؟ دينتيكيوليت. اعمل حاجه بقى للشطار وانا بعمل كده للطلبه الصحيين واعمل كده تاني محدش مش شطاره فيكم. مين اللي بعملهم دول اسمهم ايه؟ قالوا كده دينتيكيوليت اللي هي دي السنين. كم سنه من دول موجودين؟ قالوا 21. الثابتين روحوا فين؟ خارمين الديورا البيا الاركينويد وروحين لمين؟ الديورا. ساعد على ثبات مين في مكانه؟ طيب يبقى انا بسال سؤال. اول حاجه عملتها البيا بطل على البوست سايد طلع منها امتدادات على هيئه سكني سميتها ايه الامتداد ده؟ دينتيكيوليت. سميتها ايه؟ دينتيكيوليت. كم دينتيكيوليت جابت موجود؟ 2 1 2 1 شمال. بديم الليفل بتاع فورم ماجنم لنهايه تاني كورد لما كده سبايرال كورد. اللاتا بوردر بتاعهم اسم شرشر سريت وبيطلع منه كام سنه لما كده؟ 21. بعد تعمل له السنان ديت لما كده تخرج الطبقه دي الاركانويد
سبت روحه قبل الديورة سادة سبت مين في مكانه سبانو. يبقى أول حاجة عملتها فيها غطر كسيتني هو ليجا متعنى الكسيت اسمه ليجا متدى كلام دريتي كلام دريتي كلام دريتي كلام دريتي كلام دريتي كلام دريتي البيضة التربانو بقى يحصل منها حاجة تانية خط اللي هو ايه بيطلع منها حاجة اسمها سب أريكينون سيستم اسمه ايه سب أريكينون سيستم اسمه ايه سب أريكينون سيستم المنظر اللي عامل كده كما انها نستغل الورقة دي تاني تسمعني كويس قوي. لو انا قلت القلم ده بس بسبانر كورد اعمل كده انتوا باصين بقى من ورا البيامتر اللي يطلع منها امتداد في النص الامتداد في النص بتاع البوستيريور ميديا ساركس عامل كده يبدا يروح في الابي اركينود ديورا ورا وسادة على السبب بنسميه السيت اب ده سب اركينود سيت هرسم سيكشن وارسم نبص مع بعض عامل ازاي. الناس اللي عندها ضمير هتبص معايا وتحكي لنا القصه كده. لو كورد ده سباينر كورد بس الحبسه لحد ايه يعني لو ده سباينر كورد وعملنا كده البارك كورد على السركس من ورا اسمه بوستيريور ميديا واللي قدام ده اسمه انتيريور ميديا وهنا كان فيه انترولاترال وده مين ده بوسترولاترال بوسترولاترال انترولاترال مين الاتاتش هنا ده فينتروت مين الاتاتش هنا ده دوردر ده فينتروت وده مين ده ولايه دوردر. الناس الصحيحه عايزين يحطوا بيامتر لو حد قال بيامتر تمشيها زي ده قال بيامتر ماشيه كده حطوا تعاولين ده ابتداء انتوا عارفين وجت هنا طلع منها ابتداء كده مين اللي عملته ده اسمه كملت حملة ده برولونجيشن كملت ورا رجع منها ابتداء لورا كده ورجع من كده ماتوا بس عملت هم بره وارجع كده قصتي كلها واسال سؤال. طبعا لو ديت البيت براها اركينويد براها ديورا اللي ممتد ورا ده سيبكم اسمه السيبكم ده سب اركينويد سيبكم اسمه مين سب لو انا حطيت بقى بطول بلجاده بطوله 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 مش فاكره كده صغيره كان ده سباينال كورد الثاني جبت على سباينال كورد الثاني عملنا مين البي بطل بتاعي وبصيت من ورا هلاقي ايه البي بطل طلع منها الامتداد ده وفي الامتداد اللي راجع ورا سب اركينويد سيبكم سبع كيلو سيبتم ده غريب تتلت اليمين والشمال تعمل ايه سبع كيلو سيبتم يرجع باكورد السبع تروح في الطبقه اللي اسمها اركانويد وطبقه اثنين الديور. يبقى نسال سؤال طلبه الصحيين البي مطر عامل ايه وايه بقى نقدر نقول مع بعض ولا قبل البي مطر البص سايد عامل مين الجريد ليجنت بس اليمين والشمال والمر عامل سيبتم اسمه سبع كيلو سيبتم عامل ايه سبع اللي جاي ده جديد ايه الجديد؟ البي مطر لقيت سبكس اسمه انتيريور ميديان سبكس دخلته وطلع الثاني يبقى بطول السباينال كورد البي بطل دخلت جوه الايه تخيل ان انا عندي هنا كده سبكس ودخل الترجي الثاني هتعمل حاجه اسمها لينيا سبلندرز هنا بتكتب كلمه لينيا بتحط لينيا اسبرا قبل كده لينيا يعني لاين سبلندرز يعني شفاف او شايحه كده فالبي بطل بيبقى لونه شفاف قوي فبنسميه خط الشايحه لينيا سبلندرز بنسميه ايه لينيا سبلندرز بنسميه ايه لينيا سبلندرز اسمها ايه لينيا بنعرف البي بطل اربع حاجات هم دنتكلت يمين ودنتكلت شمال دنتكلت يمين ودنتكلت شمال سب اركينود سب كاب من ورا ولينيا سبلندرز قدام فتاني لو حد سرحان ببص على سباينال كورد من قدام لقيت في فشر في طوله كده اسمه انتيريور ميديال فشر البي بطل مش هتعدي عليه عادي هتخش جواه في طول تاني فتعمل جواه امتداد بطوله من فوق لتحت اسمه الامتداد ده لينيا سبلندرز اسمه ايه؟ لينيا لينيا دي انت قلت عوضت روحك ان لينيا لاين ده لينيا اسبرا بتاع الفيمر الكلمه عاديه بقى بس معنى كلمه سبلندرز سبلندرز يعني شاحبه شفافه لان البي بطل اوريدي طبعا رقيقه جدا ما بتشافش بسهوله فبالتالي لما اجي اسال سؤال عايز كم حاجه عملتها البي بطل بقى نقدر نعد مع بعض ولا قالوا معايا قد ما تقدروا نقدر مع بعض عملت لنا ايه؟ او نهدي بالصفحه من اولها بدات لنا البي بطل عند فورامين اسمها فورامين مجد امتداد البي بتاعت الفين امتدت لغايه مين اولاد؟ لغايه معيه السباينال كورد طب البي بطل بتلاقيها برولوجيشن بره برولوجيشن لجوه بره حوالين النرفات جوه حوالين الفيسلات ماشي في سيكننج عملت ايه السيكننج اللي عملته؟ على السايد عملت سيكمنت اسمه دنتيكليت اسمه ايه؟ دنتيكليت اسمه ايه؟ دنتيكليت من ورا طلع منها سيبتم اسمه سب اركينود سيبتم جوه دخلت في الانتيريور ميديا فيش عملت حاجه اسمها لينيا سبلندرز عملت حاجه اسمها ايه؟ لينيا سبلندرز حاجه اسمها ايه؟ لينيا سبلندرز يبقى انا لو عملت كروس سكشن في سباينال كورد مش شطار بس عملت كروس سكشن تاني في سباينال كورد عملته كده ولازم انتوا مصححين ده سباينال كورد على فيشر قدام اسمه انتيريور ميديا فيشر اللي طالع منه ده بنتا روت وده مين ده؟ جورزا روت ده مين ده؟ بنتا روت وده مين ده؟ جورزا روت تمام كده في سكشن غلبان كده وحطيت البيئه ما تعتمد ايه؟ البيئه ما تمشي من بره ماشيه من بره هنا دخل ترد التاني عملت ايه لما هي كده لينيا سبلندرز عملت ايه؟ لينيا سبلندرز اصل فرقه كده عملت شيء حوالين دول اما في طبعا
تيس حوالين دول ما حدش منقرض عليه. بينهم هنا عملت ليجمنت، مين ليجمنت هنا؟ لين تيكيولين. كملنا ورا رجعت ورا كده عملت حاجه اسمها ساب اركينوز سيبتا. وتيس حوالين دول كملت نفس الكلام، ما حدش الحامين اللي بعملها دي هي طبعا لو ما كده بيمنت اسمها ايه؟ بيمنت اسمها ايه؟ بيمنت. بيمنت بقى بتعمل حاجه كتير جدا اسمها فايلر تيرمينال. كلمه فايلر يعني كده من تاني حرف، التيرمينال يعني التيرمينال. الفايلر تيرمينال ده بتتسجل بيها وتره عند قمه الكونس ميدالز. اللي هيسح دلوقتي ربنا هيودي النار في جنب. ايه اللي بيحصل؟ حضرتك الدكتور البيئة مطر انتهت هنا كده الفاينل كورتو عليه البيئة مطر بتاعته. لما جينا عند قمة الكونس من دلارس على قمة الكونس من دلارس البيئة مطر استمر ثلاثة حبل. الحبل ده اسمه فاينل ترمينال. ايه روح اشوف جنبه ايه؟ يعني سيلفر بليسترنج بيلمع وسيلفر يعني ده الفضل. جاي من قمة الكونس من دلارس هتسيب سلسلة زي كده لو كان في شفه تمام؟ انما في سنسكون نلعب بيها. يبقى من قمة الكونس من دلارس بتبدا الفاينل ترمينال. كانت الترمينال يمشي جوه العمود الفقري لحد سبحان ماشي جوه العمود الفقري بتحول للروتس بتاعت حاجه اسمها كودا اكواينا من ناحيتين. كان زمان بيسالوا طلبه سؤال ايه الفرق بين الروتس وبين الكودا اكواينا الروتس اللي نازله والفاينل ترمينال. الروتس دي ماجنيتيك اكسون بتبقى لونها فايت شيب كلوريشن مش كده لا قرب الاصفر كده شويه انما الفاينل ترمينال ده فايبر ستيشن. كان دي كلمه اول كلمه ديت بتتحب سيلفر وجليسترين. انا هفتح قص البني ادم من ورا في العمود الفقري واعمل له عمليه مش هفتح البني ادم من اول الاخر. انا هفتح حته صغيره ومن الحته الصغيره ديت ابدا اقول دي روتس ولا ده فاينل ترمينال مش فاكر ايه الفرق بين الاثنين. انا روتس يا دكتور بتيجي من السايد بتاعت الكورنس من الدنيرز السايد من جنبها جنبها اليمين والشمال ده لو انا فوق. اما الفاينل ترمينال من التيب بتاع الكورنس من الدنيرز بتطلع من الجناب الروتس اما من التيب تبقى فاينل ترمينال تمام. انا بقول له روتس ما عليها مايلين شيز مايلينيت ابن بيض ده وايتش. اما الفاينل ترمينال ده سيرفر ده فايبر تيشو وجليستن اللي ليه لمعه مميزه. الكلام ده مهم جدا في الطب ان احنا نحفظه كانه اي كلام. مثلا سؤال في حد اسمه الحبل ده سميته فاينل ترمينال اسمه ايه؟ فاينل ترمينال اسمه ايه؟ فاينل زي الفيلمنت الفيلمنت حبل ترمينال ترمينال نهايه اللعبه. طيب البيئة مطر امتدت عليه الفاينل ترمينال الاركينويد بتوصل لاس 2 والديورا معاها بتوصل لاس 2 تاني سكه فيرتبرا يبقى ده الايه الاثنين دول واصلين كده. لما يجي الفاينل ترمينال على الاس 2 يخرم الاثنين يخرم الديورا الاركينويد ولقى الايه الديورا وكروماكلم. بس الديورا بتعمل حاجه غريبه جدا بتمتد عليه على التيوبولار فيز كده. يبقى نفسي ارسم الحته اللي في الاخر دي تقولوا لي عليه ايه اللي حصل هنا. الناس اللي عندها ضمير بتطلع قليله وطبعا دي تبقى اراكينويد 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 بتوصل لاس 2 سكر ال 2 هنا الفاينل ترمينال بيفرم خلاص دي الاراكينويد. الديورا بتوصل لاس 2 وهنا بيفرمها هو كلمه بيفرمها دي كلمه كاذبه لان كان في بعديها على طول اللي بتطلع منها تيوبلر شيست حوالين كده. كلمه خارمه ديت كلمه جنبانه فبالتالي هما ماشيين كده الاثنين بيمشوا في العمود الفقري ويطلعوا من ورا من عظمه السكرم من على الباب ويثبتوا في الباب وفي كوك 6. اي واحد فينا من الناس اللي قاعد يسمع كويس دي السكرم بتاعي واقف الحته اللي تحت اسمها كوك دي العقد بتاع الانسان. جوه العمود الفقري الحديده دي اسمها السبايرال كورد ماشيه جوه ولما خلص هيكمل بدلها كودا كوين اخر السكرم من ورا في فتحه كده الفتحه دي اسمها سكرم هيئه فتحه السكرم يطلع منها الفاينل ترمينال ويثبت روحه في عظمه اسمها كوك 6 هو الديورا اللي ماشيه معانا. فالفاينل ترمينال نهايته تحت فضل اسمها ايه؟ باك كوك 6 باك مين؟ كوك 6. لو ركبت واحد بالجنب كده واحد بالجنب واحد بالجنب عظمه السكرم بتاعت الراجل ده بص لها من الجنب كده هي عامله كده كده عنديله كده بص له فوق ده العمود الفقري بتاعنا مرتب كده تمام. اللي ماشيه جوه العمود الفقري دي الفاينل ترمينال ماشيه انا طلع كده رحت العظمه ثبت روحها في يمين عظمه اللي ثبت روحها في يمين كوكس اسمها ايه؟ كوكس. يبقى انا بسال سؤال تعرفوا ايه يعني البيئه مطر من جيتو دي ريتن البيئه ريتن اعرف ايه يعني البيئه مطر بتاعتي هي سنتريكت ميمبرين بحوط سبانال كورد بدا عند الفورم الماجنم وانتهى بنهايته على حبل اسمه فاينل ترمينال. ليه امتدادات على الجناب حوالين الروس وامتداد جوه البرين حوالين السبايرال كورد حوالين البيسل وليها سكننج. ايه السكننج اللي عملته؟ انا دخلت عملت شيكا في الشرشر اسمه دنتيكوليت ومن قدام عملت حاجه اسمها لينيا سبريندس من ورا عملت حاجه اسمها سب اركينوت سيبتم وفي نهايه تحت عملت الحبل النهائي اللي اسمه فايلا اللي ديسنت بتوني كودا اكوينا وخرج الاركينوت عند اس 60
والديورة عند الستين وخد منها شيس رخصة بتروح في الباك وذا فوكس. مين الطبعة دي اسمها ايه لما كده بسميها بيا مطر اسمها ايه؟ بيا مطر. لو انا سخدت مسميات للطلبة اللي ما بذكرش يبقى البيا مطر عملت سفرة كانت سبتم البيا مطر عملت فايلم ترمينات البيا مطر عملت الدنتيكريت لجمين عملت حاجة اسمها لينيا سبريندريس يبقى في سؤال MSQ ده بيا مطر فورم الأول وارو بذا فولوين كتب بحث من الأربعة دول يبقى التصاح ده لو امتحان MSQ بل بيها مطر بتعمل حاجة كتير جدا منها ايه وايه وايه بقى قبل ما اسيبها عملت عجينات حاجة اسمها ايه؟ دنتيكريتيجم بتعمل حاجة اسمها ايه؟ دنتيكريتيجم وعملت قدام حاجة اسمها لينيا سبرنتس حاجة اسمها ايه؟ لينيا سبرنتس حاجة اسمها ايه؟ لينيا من اول عملت سبتم اسمه سفر كنوت سبتم فيها ده كلام وفي اخرتها عملت حبل اسمه فايلر ترمينات اسمه ايه؟ فايلر كلام ده اصلا مش فاصل اركنوت اي كلام مكتوب اي كلام اركنوت هي بره البيئة مفصول عنها بسبيس اسمه سب اركانوت بيس براها ديورا بينهم سب ديورا بيس يعني الاركانوت ريليتد تو تو سبيسز سبيس براها وسبيس جواها يعني لو عامل فورستكشن في سباينال كورد هتسرحان هتبقى الطبقه دي ده السباينال كورد بتاع اي واحد فينا هتسرحان اول كفر تحط عليه تبقى الطبقه دي تبقى مين الطبقه اللي عليه طبقه مين بي وبره طبقه البي تبقى طبقه مين اولاد اركينويد السبيس اللي بينهم ده اسمه سب اركانوت بيس حطينا بره تاني هيبقى سبيس هنا تاني اسمه ديورا السبيس ده اسمه سب ديورا سبيس يبقى الاركانوت مثلا لقيت بكام سبيس اثنين مين التو سبيس بتوعها بينها وبين الديه وبينها وبين الديورا بينها وبين الديه اسمه ايه لما كده اللي هو ايه سب اركانوت سبيس وبينها وبين الديه مثلا ديورا مثلا ايه سب ديورا سبيس اهم حاجه في الاركانوت مثلا ليفل بلانهيت اكتب جنبه سؤال MCQ اهم منه ومنك ومن فروقات كتير يعني كانت مثلا بينتهي على ليفل بتاع S2 على كانت مثلا بينتهي على ليفل بتاع S2 على كانت مثلا بينتهي على ليفل بتاع S2 اسمعنا الكورد بتاع ليفل بينتهي لواحد بالاتنين بينتهي على ليفل بتاع مين S2 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 بينتهي على ليفل بتاع مين S2 طبعا لو عندها ضمير او ما عندهاش اي ليفل بتاع هيدا تاني ليفل بتاع مين S2 ليفل بتاع مين S2 ليفل بتاع مين S2 فده صحيح جدا وتتكتب جنبها MCQ واضحه ان هي ليها ابلاي كتير جدا بينتهي على ليفل بتاع مين S2 ومحدش يبقى سرحان كنا ده كان سكر بالتبرع نمبر 2 سكر بالتبرع نمبر كام؟ 2 الديورا مطر طف اللي هي الاوتا اللي هي سترونج طف دي تمام الديورا مطر بتاعتها لما حد سرحان هي الاوتا اللي تبدا عند الكره المقدمه في ده الديورا مطر بتاعت البريم وتنتهي فين؟ على ليفل بتاع S2 ويطلع منها تيوبولار برونجيشن حواليه الفايلم ترمينات وتكسب تروح حاضر اسمها كوكسكس الكلام ده فيه طب بالنسبه للجاي بقى ليها برونجيشن ولا بلاش برونجيشن ولا طبعا الناس اللي قاعده صح دي او في ناس صح جدا بس الناس عندها مشاكل والتزامات وبورصه وعندهم فلوس في البنك وحاجات كده بيفكروا فيها النهارده انا ازيك يا احمد بعد كده اولاد اخبار بورصه ايه النهارده؟ انا اولاد يا جماعه بص معايا العيال بقى احمد الديورا مطلع ليها تدريدين زي ايه برونجيشن تدريدين؟ اولا هبص على البورد كده بس يا ريت تطلعوا جدعان في اللي هرسمه ده لو ده سباينال كورد وانا هسالكم سؤال ده سباينال كورد ده في ميديا فيش يا مارو ده بنت روت يا يارا وده دور ذا روت عمل النيرف ده بنت روت يا دار يا يارا وده دور ذا روت عمل النيرف البيئة مطر عملت ايه؟ قالوا سباينال كورد مضغط طبية مضغط طبية البيئة طلع منها انبوبة حوالين ده كده تغطي يبقى كل روت عليه كبر من اني طبق واتوقع كده خلاص بس قبل بعض وخطيته ده البيت او الاركينويد او زي الاركينويد بقى كده وتطلع برضو انبوبه طبقت دول كده وماشيه كده محط السرحان وعاملين كده مع بعض يبقى كل روت واخد كام كبر كده اثنين احنا جوه اهو بفكر تديله مطر بره كده تديله مطر واقفه بره هتيجي طالع منها انبوبه حوالين ده كده تغوطهم واعمل ده كده وتهبط لما يجي نرجع تحت الطرز هي ترتد بس مع بعض وتطلع من الانتربرتيبرا فورم الباقي ما بيكملوش فالنرجع هو خارج من الفتحه اللي اسمها انتربرتيبرا فورم واخد معاه كبر من انهي طبقه لما كده ودي ورم دكتور احمد مش كده؟ احمد ده بيجي ده ايد احمد تمثل فتحه اسمها انتربرتيبرا فورم دراعي خارج كده ده نرجع الطرز اللي تحته عاملينه خلاص واخد معاه كبر اللي هو قميصي مين قميص ده مثلا مين اللي يلزق اطراف في الفتحه بعد فتره الاقي اختفى مع حاجه اسمها ايبينيوريوم لما تاخد نيرفا ستيشن كبر النيرف كده وما يبقاش سنتينيل
يبقى الديورال مثلا هتطلع من فتحه اسمها انتر فيرتيبرال فورم، وبعد ما تطلع من انتر فيرتيبرال فورم تثبت تروح مين في جدار الفتحه كده وتمتد سله بسيطه وتفيوز مع النرد وتخطفها كده. يبقى انا عامل حاجه كده غريبه جدا للطلبه الصحيين بس انتوا مش هتفهموا عشان نفسي مش فاهم. هعمل كده لو حد قال لي ايه اللي بتعمله ده يا مدحت هتبقى معلم قوي قوي. دي الديورا مطرة. ايه اللي تهم الديورا مطرة يا جناب ديس لو كده؟ دي اللي تدادات لو اسبانيا كورد وقت كده في النص اسبانيا كورد ايه طلع منه روتس بنتر ورود دورتر طبعا واخدين معاه الكبر اسمه ايه لما كده بيا في الاول وخدوا كبر اسمه ايه لما كده اركينوي تمام وبعد كده هيطلعوا بالامتداد دوت فلما حد سرحان هم خارجين كده طالعين بالفتحه الفتحه اسمها انتر فيرتيبرال فورم يبقى الامتدادات الجانبيه دي امتدادات لما كده ديورا وتثبت تروح في الاطراف بتاع الفتحه اسمها الفتحات انتر فيرتيبرال فورم اي نرف هو ثاني طالب الفتحات بين الفقرات الفتحه بين الفقرات دي اسمها انتر فيرتيبرال فتحه انتر فيرتيبرال اهي اللي هنا لو عملت كده يبقى الليجمنت اللي موجود هنا طالع لو دي بيها فتره واقفه كده عليها يبقى دي بيها مطر بتاعتي واقفه كده على الفاينل فور بيها مطر كده وبيها مطر كده ايه اللي طالع بقى بالبيها مطر جوه كده يبقى اسمه الليجمنت اسمه لينتجريتي اسمه ايه؟ اللي ايه؟ يبقى قدامه مين؟ بنتر روت وراه مين؟ دور دار روت مكملين كده كده يبقى الليجمنت اسمه ايه؟ لينتجريتي اسال بقى سؤال صعب جدا طلبه الصحيين بس كان حلو جدا على فكره الديورا مطر بتطلع منها امتداد بتاع الجينات تسمى تروح في الفتحه اسمها انتر فيرتيبرال مهم جدا الجاي لو حد قال لي اسم الفورم دي يبقى معايا مجنم الديورا مطر بتاعت البرين ممتده على هي الديورا بتاعت الفاينل كورد بتبقى لازم اروحها في الفورم دي اللي هي الفورم مجنم الديورا مطر تحت خالص امتدت عليا كتير حوالين الحفل اسمه فاينل ترمينال وثبت سطوحه تحت فاضل اسمها كوكس اكسارد اسمها ايه؟ كوكس يبقى عايز اسال سؤال ايه الديورا بطل عملت ايه بقى؟ كوكس اكس في الاخر حته من العمود الفاضل هل حد فينا بيقول انت وصفه الديورا بطل كله عليها ايه؟ الديورا بطل هي طبق ميمبرين بيحوط اللعبه كلها ويبقى ريليتد للعقل ممتده من فوق من الكره الواجهه امتداد للديورا بتاعت البرين وتحت لما خلص السباينال كورد وعمل فاينل ترمينال امتدت على تيوب معاه رحت عظمه الكوكس اكس اللي هي اخر حته في العمود الفاضل لما بيجي النرفز تخرج بيطلع منها تيوب حواليهم وتعدي في الفتحه اللي اسمها انتر فيرتيبرال فورم وتثبت روحها في الفورم. طب وهي معديه في الفورم ماجنم بتثبت روحها في اطراف انهي فتحه فورم ماجنم. مين الطبقه اللي بتكتبها اسمها ديورا مطر. ديورا مطر براها سبيس وتحتها سبيس. اللي بينها وبين العظم اسمه ايبي ديورال سبيس او اكسترا ديورا. اما اللي بينها وبين الاركينويد اسمه سب ديورال سبيس. سب ديورال سبيس في ليتل اماونت من سيروس فلويد. اما الايبي ديورال سبيس في فينس فليكس اسمها انتر vertebral venous bliss انا عامل كروس سكشن في vertebral cord كروس سكشن في vertebral cord كروس سكشن في مين؟ vertebral عمود فقري هعمل فيه مقطع عرضي لو حد وقف على مقطع عرضي بالعمود الفقري هيوقف على الصوره اللي جايه دي بس محدش سرحان لو عملت مقطع بعرض العمود الفقري تبقى دي ديت دي vertebrae دي جسم vertebra ده جسم مين؟ vertebra ده مين ده؟ جسم vertebra ده vertebrae دي vertebrae وده مين ده لو كده جسمها ماشي لو دي جسم البرتبرا وراها كده العظم عامل زي الارش كده والسباينال كورد دي اسال بقى اسئله لو ده السباينال كورد يبقى خط عرض كروس سيكشن يبقى ده السباينال كورد لو ده روت جاي كده وده روت جاي كده يبقى ده مين ده ومين ده لما كده بنتر جوردن هل حد فينا وافق لو انا عملت كده الطبقه دي بيسموها ايه بس مش فاصله اول طبقه على السباينال كورد اذا ما شاء الله لما الحين عملت كده اشطر ناس عمل كده كمان اسال بقى سؤال الطبقه دي تبقى ايه الطبقه دي لما كده هي مطر ومحدش سال اسال بقى سؤال فين الاركينود مطر؟ بره خفت اركينود مطر بتو اركينود مطر كده انا ممكن اعمل حاجات اكتر بس يعني عشان انا عايز اركز على كده اركينود مطر اعمل كده واكمل اركينود مطر واسال معاكم سجل عايز انا احط ديورا مطر ديورا مطر فين لما كده بعده لو عملت ديورا مطر بعده يبقى ديورا عامله كده مغطيه ده كده ومغطيه هنا كده وامتدت على ده هنا يمين لما كده تيوب وعملنا الكلام ده كله تبقى دي انهي طبعه لما كده الديورا مطر بتاعك اسال بقى سؤال لو دي الديورا مطر بتاعي عامله كده السبيس اللي بين الازرق والاسود دوت ده اسمه ايه؟ سب ديورال سبيس اما اللي بره ده اسمه ايه؟ ايبي ديورال سبيس ايه اللي موجود في الايبي ديورال سبيس؟ فينوس بريس والروتس وهي في طريقها لبره عشان تخرج من العمود الفقري
وطبعا في ارض داخله كمان، بس المهم دول كاتبين رؤوس معديه وفيها اسمنا مرتفع فيها البريكسر ده في الجيش اسمه الاستاذ دوت ابيدور. طبعا لو حد فينا بابا دكتور تقديم ابيدور الجيز دلوقتي ده بيستخدموه في حاجه اسمها ابيدور انستيزيا، بيخشوا بالابره من تحت من السكرم كده من الحته دي السكره هي دي، والدكتور بيخش بابره طولها حوالي 10 12 سم كده بيخرج الجلد من تحت ويحقن هنا كده بين البين ده بيروح على كل النيرفات اللي ماشيه جوه بتاعت الكود اكواير بيقدر اللور بارت بتاع الليشن والثالث سكه بتولد بيلز. طبعا يبقى الام الوقت العصبي وده بيسموها ابيدورال انستيزيا. طبعا الستات اللي بتفعل شويه بعد تولد من غير الم خالص فبيعملوا حاجه زي كده. اسال سؤال يبقى في سبيس اسمه ابيدورال سبيس بنحن في البين دلوقتي الروتس بتاعت النيرفس عدى فيها بتخدرها ست نص ساعه تولد ولا حست بحاجه الدنيا شغاله وتطلع تمام تدفع لها 2000 زياده مش فارقه العمليه بقى فيها 30000 جنيه فثلاثه ما يفرقوش. المهم الاثنين مع بعض اسمها ايه بيديورال اناسيز اسمها ايه؟ ايه اسال سؤال كم كبر السباينال كورد بقى لحد 1000 يبقى معلم كيف كبر عندنا طبعا اسمها ايه؟ 100 واركينويد وديورا. عندنا سؤال ريتن اسمه فاكتور اوف ستابيلتي اوف السباينال كورد. مين يثبت السباينال كورد في مكانه؟ انا دكتور الان اولا الدنتيكريتيك اثنين سب اركينويد سيبتا ثلاثه فايلر تردينيز أربعة الديورا باتر. إزاي الديورا باتر تساعد على ثبات الاسبانال كورد؟ ثبتها في الفورامين ماجنم في الانتر فيرتبرا فورامين السكرم التحت دول كلهم تساعد على ثبات مين في مكانه؟ اسبانال كورد. يبقى الاسبانال كورد في حاجات تثبت ولا ما فيش؟ أنا ثابت في مكانه مجموعة فاكتور. إيه فاكتور تساعد على ثباته؟ أولا الديورا ثابتة في الفورام ماجنم ثابتة في الانتر فيرتبرا فورامين ثابتة تحت فاضمة اسمها ريد كوكس. ده مين اللي ثابت الديورا؟ أسأل سؤال لو حد لقط في الأوستاذ هنسك الألم ده كده أربطه 31 نرد يمين بنرد 31 حبل يمين 31 حبل شمال نسك الألم لو الألم ده واقف كده باسم إنسان أو هنا في الأوضة وطلعت منه 31 حبل كده 31 حبل كده يبقى ثابت ولا مش ثابت؟ البال كله واقف طلع منه 31 نرد يمين راحوا بين العضلات اللي هنا 31 نرد شمال بين العضلات الثانية. فكان في كتاب آلات من زمان بيكون من ضمن ثوابت الحاجات اللي بتثبت السباينال كورد في مكانه هي النيرفات اللي طالعه منه، لأن هو مصلوب من ناحيتين، ممدود عليه من ناحيتين بالنيرفات، مشكوك ولا لا؟ اللي جاي ده بقى آخر الصفحة دي الحتة دي. مكتوب لامبر سيستم ولامبر بانكو. يتصورها، يتبرشنها، يتصورها. ما كانش كتير. الخمس اسطر دول يعني مقدسات هتتسال ومهم هتتسال يا في ثانيه يا في جراحه فهم حته مهمه جدا 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 اسمها لامبر سيستم. كلمه سيستم يعني خزان حته واسعه شويه. قالوا ايه اللي حصل؟ الناس الصحيه وضمانها صحي قالوا اسبوعنا كله بقى كده انت عند الليفل بتقل واحد في الاثنين وعمل حبل اسمه فايله البيئه بطل عامل ايه؟ الدكتور البيئه بطل لازق عليه وهي اللي عملت لنا الحبل ده اللي اسمه فايلر تيجيز. قالوا طيب وبعد كده هتيجي طبعا اسمها اركينوم. الاركينوم مثلا بتغطيه من بره وتوصل لغايه الليفل بتاع مين يا اولاد؟ اس 2. بعد نهايه السباينال كورد السبيس دوت هنا ما فيهوش سباينال كورد بيبقى وايد سبيس. الفايبر ستيشن اللي بتوصل اركينوم للبيئه ما فيش قليله جدا. فالسبيس ده بيبقى واسع. السبيس ده بيسموه لامبر سيستر. سيستم يعني خزان مليان فيه السيبسس. طبعا الديورا مصدر واقفه بره كده وتكمل هيئه الحبلين من اول بقى ال1 ل2 لغايه اس2 المكان ده كله واسع ومكان سائل اسال اني سائل ده كده سي اس اف. البيت ده سميناه لمبر خزان لمبر سيستم وايد سب اريكنوس بيس ويزود هايبر ستيشن كتيره فيه وبالتالي السبيت ده مليان سي اس اف اسمها لمبر ايه سيستر اسمها لمبر ايه سيستر اسمها لمبر ايه سيستر. طبعا ماشيه جواها كوزا اكواين ماشيه جواها تمام وفاينل ترمينال ماشيين جواها انما مش ماشي جواها سباينال كورد. يبقى لمبر سيستر ده سب اريكنوز اس الواسع بعد نهايه انهي الكورد لما كده سباينال كورد ممتده من كل واحد الاثنين بينهم ايوه سهلين عدد الصوره صح؟ اه ان شاء الله لو ماشي المتأخرين خالص اللي هو لا لسه بقى ما حددتلوش لما تسيبك بس منهم قالوا ليه؟ اللي عندي اولاد
يبقى دي اسمها لمبر 8 سيستم، اسمها لمبر 8 لمبر. طبعا عندنا ناس بتجيلها التهاب في السيلة ديت بسنجيز من زايد بتبقى عايزين نديها انت بعيدك لوكال فيها او ناخد عينه نحللها. فبنعمل حاجه اسمها لمبر بانكشن، اقروا كلمه بانكشن بتخرج تخرج في اللمبر ريجن. بنجيب العيان او لمبك بيتوس بطريقه ثانيه بيتو ده كده قوي مع دهن الظهر ديت البرتبرا لما تتوسوتوس مخطوط في قرار كل برتبرا بيبقى فيها حاجه اسمها لامينا كده جزء من ورا. لما العيان بتني قوي البرتبرا دي بتبقى ضعفات شويه. تنت العيان ديت طبعا فيه تبني كده صحته زي الفل ده موجود في كل اوضه العمليات. اول ما العيان بتقول له بتني كده العيان التبني ده بيجي داس ايده كمان من بره بيثبت العيان في مكان ويفتح لك السبيس اكتر. الدكتور بياخد بابره طولها مش اقل من 10 بيخش من بره بيخش في اي ليفل بقى لو صاحيين انا دكتور بعد ليفل بتاع الاثنين. طبعا لو انا بابا دكتور بديل الثلاثه اربعه او اربعه وخمسه الاطفال الصغيرين كده هنبدا جدا خالص على الليفل بتاع ثلاثه. هقول بعد بعض الكلام في الكتاب الدقيق وبالك اعمله بعد الاثنين. طب لو عايز وقت ما الصغير كله تعالى الصغير عند اللي كام ثلاثه. فطبعا معلمينا بس ايه اللي كتبته بيقول ما تعملش الامر بانكشر الا على ليفل بين ال 3 و 4 او 4 و 5 ما تعملش خالص لان اوريدي العيال موجود على ال 3 بيفرض ما لهمش نمو كويس فتبقى تعمل شغل بغنين. فاحنا بننزل تحت الدكتور بيخش الابره يوصل للسبيس ده وياخد عينه من سي اس اف. طيب ليه بقى ما دخلش فوق؟ بوظت الجنب سيلز انما دي اكسون. الاكسون بتعمل هيلينج لما النرف ما بيخفش. فحتى لو في ابره جت في النرف كده وقطعته او عملت له انجن هيخف بعد ده جرح اسمه جرح جراح. على فكره الانجن بتاعت النرفس السيرفيكال انجري لو في دامج كامل صوره جدا لان هو انت بتبقى تمصل جبهه التو انجز بتوع جرح قريب النرف قريب من بعض بخلاف بقى لو خناقه او هرسه عربيه النرفات اتقطعت قريب من بعض. لما ان جنرال يبقى بالتالي العين بتخف تاني شوية يقول لك كويس. نفس النمبر 1 نمبر 1 في البراجراف ده والله 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 كل سنه في سؤال اكسكلود وربنا يستر هذا. يبقى النمبر 1 ده كل سنه يعتبرون ابلايد بتاع القعده واحنا عايزين ابلايد يبقى الدراسه كلها ابلايد. فبالتالي لما اجي اسال سؤال انت هتعمل نمبر 1 شرطين هتعمل نمبر 1 شرط بتاع ال 2 لو عشان كتاب الكليه انما المفروض هي بين ال 3 و 4 او بين 4 و 5 هنا ايه الليفل دوت؟ تسمعني ريبورت في الست هتستنى كل ما تكون ريكوايرد قول له عم كود ريكوايرد النورمال وعليها بقى كيس الكلام ده لو حط اتخبط نيرف ودول عينين في فلويد ممكن يروح شويه يمين شمال ولو الامر جت فيه وقطعته مش هيبقى لها هيب تاني مفيش قلق. لما لو دخلت في سبايرال كور دي سيلز نيورون واللي دامج منها ما بتصلحش تاني ما في مصيبه سود يبقى الدكتور بيعمل اللمبر بانشر بتاعي من بينك النصفي لعادي. بيخش الدكتور في الحته دي في البنك النرفات بتتخطط تعمل عمليه زايده زوايد او عمليه في الاكسترنال في ايطاليا في الانر كانال اللي هو بيسموه البنك النصفي لو سمعت عنه. لما اجي اسال سؤال يبقى عندي حاجه اسمها لمبر ايه بارشر لمبر ايه الباراجراف ده في الصفحه دي اهم حاجه في الصناعه يعني الحته دي اللي في الصفحه دي اهم جزء من ساعه ما بدات الدرس كله ده علميا وطبيا. حاجه اسمها لمبر ايه بس لسه سالتهم سؤال مش هجاوبوه كم كبر الاسبانيا كور ده عندنا ثلاثة كبر ايه ثلاثة كبر بقى بيا مطر باريكلوي مطر وزيرا مطر بيا مطر البيا مطر الزيا مطر باريكلوي مطر وين زيرا مطر حد يصاب كل البيا مطر بدا يتعلم الفيتامين الفورم مرجو وانتهى تعلم الفيتامين ال1 عمل تحمل ال1 2 وعمل تحمل سوفايلم ترمينال فايلم ايه ترمينال ده نهاية فبيه البي ام اس طلع منها امتدادات جوه السباينال كورد حوالين البيسل وامتدادات بره حوالين مين الروت. البي ام اس بتاعت عملت سيجمنت على طول سايد سموك دنت كريتج اسمها ايه دنت كريتج اسمها ايه دنت كريتج عدوني كده اوريدي سيت اهو Thank you.
فايلر في الفيديو او دمسك الفاتحه طبعا ما بيجيش فايلر